اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم اسلام ماندو. في الفيديو ده هعلمكم ازاي تشيلوا اي خلفية اي صورة بدون احتياج لبرنامج او لفوتوشوب، والطريقة سهلة وبسيطة. لو انت اول مرة تتفرج عليا فانزل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. دلوقتي احنا دخلنا على جوجل وانا جبت الصورة ديت، صورة بابجي مثلا، وهيت عندي تمام، نزلتها على الجهاز تحت هي على الديسكتوب. وبعد كده هروح على جوجل واكتب ريموف بي جي واتك انتر. ظهر معايا ريموف باك جراوند فروم ايمج تمام، فانا اتك عليها تبقى حاجات اوتوماتيك. ممكن اسحب الصوره كده واعمل كده، او اعمل لها ابلود واختار مكان الفايل. فانا افضل ان انا اسحبها، امسكها واسحبها في البرنامج نفسه. واول ما يبقى جاهزه اهي شالي الخلفيه بتاعت الصوره اهو، وبطريقه احترافيه جدا، وحتى الشادو ما شالش الشادو بتاع اللوجو. فتك داونلود وبقت عندي في الداونلود اهوت، اهي الصوره جبتها من الداونلود عندي من الجهاز، بقت بي ان جي. الموقع ده جميل قوي وسهل، واستخدامه سهل وبسيط، ويقدر يشيل لك اي خلفيه اي صوره. بس في صور ساعات لما بيشيلها عشان بيبقى فيها اسود والخلفيه فيها اسود، ساعات بيشيل غصب عنه السواد في الصوره نفسها. فالحاجات الدقيقه قوي مش هتبقى محتاجه الموقع دوت. بس صدقني في حاجات كتير قوي مش بصدق ان هو بيقدر يشيل خلفيتها وبيفضل حاجة زي ما هي. انا بستخدم البرنامج دوت في معظم الصور اللي انا مثلا اما اكون قاعد في بشرح مثلا حاجة معينة وقلت هارد او قلت كيسة او كده، بروح على البرنامج دوت اشيل الخلفية عشان اقدر اتظهرها بشكل كويس وانا بشرح. واحب اشكرك جدا، احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. احب اشكرك جدا على مشاهده الفيديو. لو عندك اي استفسار او اي سؤال او اي تعليق انا برد على كل الكومنتات، واتمنى انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واحب اختم الفيديو دلوقتي بكلمه لا اله الا الله.